بعض المسجونين في بلاد الكفر يقتلون أنفسهم خوفا من الردة عن الدين من كثرة التعذيب الذي يفعله بهم الكفار، فهل يدخلوا في هذا الحديث؟ نعم، يدخلون في هذا الحديث. عليهم أن يصبروا على الابتلاء والامتحان، تمسكون بدينهم ويصبرون على الابتلاء والامتحان، فإذا قتلهم الكفار فهم شهداء، ما إذا قتلوا أنفسهم فهم في النار، لا يجوز لهم هذا. نعم.